بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده وسواس في الصلاة، أحيانا يقرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت، صار يكرر الفاتحة، تكرير الفاتحة فيها شيء؟ تكرارها؟ إي نعم، تكرار الفاتحة مكروه، لا سيما إذا كان الحامل عليه الوساوس والشك. وإذا قال الشيطان إنك لم تقرأ فليقل كذبت، لكن لا يقول بلسانه، يقول بنفسه، وليستمر فإنه قد قرأ. وكما أن الشيطان يأتي يقول ما قرأت الفاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي الإنسان يقول أحدثت ويوسوس له أنه أحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.